ولمناقشة ملف الفشل الحكومي بمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبتين وأهلا وسهلا بكم بالقناة والمشاهدين الكرام. بداية دكتور، كيف تفسرون فشل السوداني في تحقيق تعهداته المتعلقة برفع قيمة الدينار أمام الدولار والتخلص من تبعات أزمة العملة في عهد الكاظمي؟ عزيز، المشكلة حقيقة هي أكبر من رئيس الوزراء السوداني، وإن كان في بعض إجراءاته الإدارية شكليا بالاتجاه السليم، ولكن على ما يبدو الجهات المعنية في الشارع العراقي لم تدرك الآلية الحقيقية لرفع قيمة الدينار وثبات الدينار أمام العملات الصعبة. الثبات للدينار وثبات قيمته ليس بقرار إداري بنقل شخص وإعفاء شخص وتعيين بديلة، بل هو قرار نتيجة إلى استقرار أو تقدم تنمية اقتصادية حقيقية واستقرار أمني سياسي في البلد. بذلك لا يمكن في غياب النقطتين، غياب التنمية الاقتصادية والاقتصاد المتطور وغياب الأمن والأمن والاستقرار، لن يقدر أي عملة محلية أن تقاوم عملية انهيارها. فإجراءات الأخ السوداني ليست ناجعة حقيقة، وهو أيضا غير قادر على أن يرفع من مستوى التنمية الاقتصادية وتطور الاقتصاد العراقي ولا الاستقرار الأمني. لذلك أعتقد الإجراءات هذه هي إجراءات فقط لمجرد متابعة أين يذهب الدولار، وليس عملية أن يكون دعم للدينار العراقي لكي يرتفع قيمته أمام الدولار. إذن إجراءات أعتقدها شكلية لا تقدم شيئا، وليس هذا صغرا وقلة في قدرات السوداني، ولكن هذه نتيجة لتراكمات الاحتلال 20 عام أوصلت الحالة إلى ما هو عليه الآن. نعم دكتور، حكومة السوداني تقول إنها اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية للحد من عمليات الفساد المالي، هل تقصد الحكومة إعفاء الفاسدين والسراق عن مهامهم دون محاسبتهم ودون استعادة الأموال المنهوبة، أم ماذا تقصد بالضبط؟ لا، حقيقة أن يعفى الفاسد من منصبه فقط دون أن يحاسب هذه كارثة كبرى. هذه أقرب إلى عملية إنقاذ الفاسد من اتهام أكبر قد يقع فيه. لابد الحكومة أن تحدد الفساد وتحدد الفاسد وتشخص الفساد وتحاسب الفاسد كي ما يكون هناك رادع إلى البقية الباقية من المسؤولين. شيء آخر، أين الحكومة التي هو الأخ السوداني كان جزء من حكومات سابقة، الأخطاء ذاتها، بيع الدولار بشكل غير طبيعي عبر البنك المركزي، الفساد، الدولار أن يذهب لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في السرقات، كل هذه موجودة منذ سنين. إذن أنا أعتقد أخي العزيز عملية العفاء فقط وعملية استبدال شخص آخر ليس إجراء حقيقي علمي بقدر ما هو عملية تبديل شكلي. أما أن تريد أن الحكومة فعلا أن تقوي دينارها، عليها أن تنمي اقتصادها ويستقر أمنها، وللأسف الشديد حكومة السودان عاجزة أن تقدم هكذا حلول. نعم، من المفترض أن تنعكس هذه الإجراءات فيما لو كانت إجراءات حقيقية واقعية وناجحة على الاقتصاد، على الواقع الاقتصادي في البلاد، لكننا لم نلمس ذلك في الآونة الأخيرة. كيف نلمس؟ العراق ليس لديه صناعة، ليس لديه زراعة، ليس لديه شيء يدلل على هناك تنمية في البلد. الدينار ليس قرار سياسي يضع قيمته كذا ويمتي قيمته كذا. العملة عمت دولية من عام 72، وبات الجانب الاقتصادي قلنا والجانب الأمني والاستقرار هو الدالة الأساسية على قيمة الدينار. الحكومة العراقية الآن غير قادرة أن تهيئ الأمر هكذا. ثم قلنا أيضا ونقول أنها تدري وتدرك جيدا إلى أن عملية بيع الدولار في البنك المركزي له أيادي خبيثة، لها أجندات خاصة بها بعيدة عن التجارة. ولو عملنا مقارنة ما بين الكم المالي الذي يخرج يوميا من البنك المركزي مع كم التجارة العراقية لوجدنا هو كبيرة بين النقطتين. الحكومة عليها أن تتابع هذه الحالة. الشيء الآخر، حقيقة الأمر أن الجانب الإيراني له يد طولة ما زالت في الشأن العراقي وفي العملات العراقية، ولعلنا سمعنا مؤخرا أنهم يريدون أن يتعامل العراق معهم بالدينار العراقي، والدينار العراقي كما سمعنا أيضا عبر بعض التسريبات الإعلامية أن عندما يطبع
كم من المال يذهب قسمه بشكل أو بآخر إلى الجانب الإيراني. إذا نحن أمام حالة أكبر من السوداني، وهو أيضا جزء من العملية السياسية الفاشلة، وعليه لا أعتقد أن هناك إجراءات صارمة من قبل الحكومة أن تخفض قيمة الدولار أمام الدينار أو أن ترفع الدينار العراقي أمام الدولار. المستشار التجاري على ذكر إيران ودورها في هذه الأزمة، المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في بغداد دعا إلى استخدام الدينار بدلا من الدولار في التعامل التجاري بين العراق وإيران، ما مدى جدية هذا الطرح برأيك؟ أتوقع زين كان هو منصف، يعني زين ما قال التومان بدل الدينار ودون الدولار، لأنه حقيقة العراق هو إيراني. يعني لا، هذا تعامل غير منطقي بالمرة. العراق الدينار للأسف الشديد يتهاوى، الجانب الآخر إرادة الإيرانية في شأن العراقي فعالة، الجانب الآخر الاقتصاد العراقي مع إيران أحادي الجانب، صفر من الجانب العراقي ولكن 99% تعامل عشرة إلى جانب إيران، وبالتالي هكذا تعامل يعني يخفض أكثر بعد أكثر الدين العراقي. زد على ذلك أن إيران يكون لها متسع أكبر لأن تتحايل على العقوبات الأمريكية الاقتصادية عليها بعد أن ما ضغط أمريكا على إيران عن طريق الدولار وتحجيم وصول الدولار إلى إيران. أعتقد هذه لعبة إيرانية لكي تذهب باتجاه، وأنا أخشى جل ما أخشى أن تطاع إيران في هذا الاتجاه، وقد تذهب الحكومة العراقية بشكل بآخر ولو عبر شخوص بهذه الآلية التي سوف تشيل العراق رقم واحد، وأيضا تقوي الجانب الإيراني في الشأن العراقي. نعم، بالنسبة للموضوع الإيراني أيضا، السفير الإيراني في بغداد كان له رأي في موضوع الكهرباء على سبيل المثال، قائلا إن واشنطن تتحمل المسؤولية عن أزمة الكهرباء في العراق لأنها لم تحول أو تسببت في تأخير الحوالات المالية من العراق إلى إيران. هل تصدق ذلك دكتور؟ كذوبة وضحوكة. إذا كانت أمريكا سبب أساسي في دمار العراق بالتأكيد، فدمار العراق كان أيضا من إحدى أدواته هو النفوذ الإيراني في العراق. إيران وأمريكا وغيرها لن يكون أو لن ينوون أن يكون العراق طاقة كهربائية حقيقية عراقية المنشأ، لأن طاقة كهربائية يعني إعادة الصناعة إعادة الزراعة، وبالتالي إيران لا ترغب في هذا الموضوع. إذن إيران وأمريكا يشتركان في وضع العراق المأساوي من جانب الكهرباء، والمأساة الأكبر عندما يتبادل الطرفان هذا الاتهامات. إذا نحن نبقى عرضة لهذه الاتهامات، أنا أقول هذا التصريح هو أضحوك على الذقون، وكأنما عملية إلقاء اللوم على الجهة الأخرى، ولكن إيران نعم مؤثرة جدا سلبيا في الكهرباء العراقية، أمريكا بالتأكيد أيضا مؤثرة سلبيا باتجاه الكهرباء. الإدارة العراقية منذ 2003 لحد الآن هي التي لا عليها الذنب الأكبر، لأنها كانت طائعة لإرادات الخارجية بما يوقف عجلة التنمية العراقية، وعجلة التنمية العراقية قد تبدي بصورة فعالة إذا ما بدأت الكهرباء أن تكون عراقية وبالحجم المطلوب عراقيا. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك.